خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. تعرف بيكي؟ ممكن مش هم الاسم. قوي قوي تحت امرك. طب كام سنه؟ يعني سعيده جدا اصلا انا بكلم حضرتك. ربنا يخليكي. تعرف ليه؟ طيب كام سنه؟ 25. مرتبطه؟ كنت ايه؟ اتفضلي. تحت امرك. بكلم حضرتك. كنت مرتبطه بس انا اصلا يعني قاعده في البيت. انا ما بخرجش خالص. جالي واحد يعني فكنت يعني بدرس في مكان. وبعدين هو قعدني منه عشان انا يعني رفضت الشخص ده، مع اني رفضته يعني هو ما كانش يعرف بس هو مجرد شك بس. يعني والدك قعدك في البيت علشان رفضتي الشخص ده؟ انا كنت بدرس في مكان عادي يعني يعني مكان يعني بعد الدراسه يعني يعني انا فوالدي قعدني. بتاخدي كورس يعني في مكان ما؟ مش بالظبط يعني. هو ايا كان. طيب اتفضلي. بس فوالدي قعدني من المكان اللي كنت بدرس فيه يعني حاجه عشان عشان انا اشك ان انا رفضت ده، وكنت رفضت كذا حد يعني لان انا كنت بركز في اللي بيتقدموا لي لان والدي صعب جدا وانا ما كنتش عايز اعيد ايه يعني اعيد التجربه تاني يعني. يعني والدك شك انك رفضتي ده عشان على علاقه بحد تاني؟ لا لا هو مش كده. هو ممكن لا هو شك عشان الست كانت محددهاله اللي هي كانت جايه خلاص اللي انا لابنها وهي تاخدني وكده. هو شك ان هي مش معقول كل ما حد يجي، فانا كنت بقول لوالدتي تقول لها لا تمشيها وكده. فقال لي يبقى في حد او كده، مع انه هو ده مش صحيح يعني. انا كان يعني الصراحه انا كنت يعني متعقده من والدي وكده، فمش عايزه اخد حد لما احس من ناحيته بحاجه يعني عشان بسمع حضرتك وكده. انا ماليش تجارب ولا حاجه بس اتعلمت من حضرتك ان ايه يعني لازم احس من ناحيه حد بحاجه عشان اقدر يعني ما ينفعش اخد حاجه يعني يكون على قبول على الاقل. اضعف القبول اضعف الايمان يعني يكون في قبول. بس هو لا هو مش هو ما يفرقش معاه كده يعني. بس بعدين قعدت في البيت شهر واثنين ما بنزلش خالص، وعامه هو ما كانش بينزلني على المكان ده، كان يوم واحد في الاسبوع وكده. وبعدين جالي واحد اتصلوا بيا وقالوا لي في واحده جايبه واحد وكده عن طريق واحده برضو قريبته. فقالوا لي يلا عشان حضر يتفك وخلاص ومش عارف ايه. فقلت لهم لا يا جماعه. فقالوا لي طب استخيري، طب هيجي، طب مش عارف ايه. فالمهم قلت لي قد يكون اتقبله يا جماعه. فالمهم جه وقلت ماشي. فجه والدي قال له انا ما بدخلش حد على بناتي الا لما يعني لو انت مقتنع بيها وكده بكتب الكتاب. فقال له ماشي عادي. هو حتى انا كان مع اخواتي وكده. وجه وكتب الكتاب فلقيته من اول اسبوع بيتحكم، ما تنزليش بكذا، ما تنزليش اعملي، فكله يا ما تحطيش ميك اب، ما تعمليش مش عارف حواجبك، يعني ما بعملهاش، ما بنزلش اصلا، مش عارف ايه، حاجات غريبه قوي كانت بتطلب مني. وقلت استحمل ومش مهم وعادي، ده كتب كتاب وفي بيئه صعبه زي كده استحاله اللي كتب كتاب يتفك وكده. فاستحملت كتير وحاولت ان انا افهمه كتير. جه اخر مره حوالي خرجنا مع بعض، هو الموضوع ما كملش 45 يوم يعني، على مثلا ما كنتش حاسه من كتر المشاكل وما كنتش عارفه هو قاعد قد ايه اصلا. هو كان جاي من سفر؟ مين؟ هو كان جاي من سفر؟ لا لا ما كانش جاي من السفر ولا حاجه. يا اصل بتقولي ما كنتش عارفه هو هيقعد قد ايه؟ لا انا ما كنتش حاسبه الموضوع قعد قد ايه يعني. انا من كتر المشاكل انا ما عرفتش احنا بقالنا قد ايه اصلا يعني. من كتر المشاكل ما كنتش حاسبه. فهم قالوا لي ده كده بقالكم شهر ونص بس. حتى هو بيقول لي احنا بقالنا شهر ونص وانت مش عارفه تفهميني. قلت له انا مش حاسبه اصلا. قلت له والله انا ما حاسبه. قلت له انا حاسه لو هم سنيني. فاجي نازله يقول لي طب انا نازله مثلا اشتري حاجه عشان واحده دلوقتي بتجهز وكده، لا ما تنزليش. بدا يتحكم يعني فيكي يعني بقى. انا كاتب كتاب لاني برضو نازله مره قابلني، فانا رنيت عليك عشان اقول لك فانت ما سمعتش. لا والله لا انت راجعه، والله لا انت راجعه. طب اقول لوالدي ايه؟ طب وانا قلت له يعني مش معقول انا اتصل والدي وافق وانا اقول له مثلا حتى ما خلاص بقى والدك ايه؟ ما انت كاتبه كتابك يعني ده جوزك. ما هو تعالي النهارده نقول النهارده ما هو والدك اتحكم يعني. اتحكم وقال له انا ما عنديش بنات حد يخش عليها الا ما تكتب كتاب، فكتب الكتاب يتحكم براحته. بس هو ماشي. المهم ما دي مشكله لما تبقى البنت في وسط العيلة سلعة بتتباع وتتشري. الحدوتة مش كده. المهم كملي اتفضلي. ماشي حاضر. فالمهم دخل والمهم قعدنا بعد كده فلقيته يعني دخل قال لي انت هتلبسي حجاب كبير. طب ماشي الحجاب ده فين؟ قال لي الحجاب ده هينزل لحد مش عارف البطن ولحد بعد الركبة من ورا. قلت له لا انا كده يبقى منظري اهبل وانا كده كده مش مليانه ولا حاجه عشان اداري حاجه وانا ما ينفعش منظر لبسي يبقى بالطريقه دي. انت ليك عليا انا يعني لبسي يبقى خطفات ولو لقيت حاجه ملفته تقول لي. قال لي لا هو ده اللي عندي
وهتعملي كده يا اما اجي اقول لوالدك. من كل ما يجي يقول لي هقول لوالدك حاجه من كل ما يجي يقول لي هقول لوالدك حاجه طبعا انا خايف بقول له لا خلاص انا هعمل لك انا مش هنزل انا مش هروح انا مش هاجي ايه بنفس الاسلوب على اساس ايه هو ما يقولش لوالدي. فقال لي والدي طبعا كان بيقول له على فكره دي دماغها ناشفه ولازم تديها دماغها وحاجات كتير من دي يعني يعني هو كان بيقول له كمان حاجات زي كده. وبعدين جيت اخر مره فهو كان يعني كان عنده مكان كده يعني كنت معديه فما كانش بيرد وبيقول لي انت ما بتسمعيش الكلام لدرجه اللي هو قبل كده كنت بكلم اختي يعني انتظار فحلف الخط اللي كنت بكلمه عليه اتكسر يا اما كده يا امي يقول لي والدي. فقلت له خلاص اتكسر. قعدت طبعا يعني اقول له لا واول ما عرفت اللي بيقول والدي فقلت له خلاص اتكسر يعني. وفي الاخر خالص قال لي انت بصي كل اللي بتحكيه دي تحكمات وخلاص هي كل دي انا عايز اوصل في النهايه وصل لايه. انا وصلنا خلاص هو خلاص اللي يعني حصل الانفصال مع انه هو كان اخر مره قال لي انا انت ما تسمعيش كلامي وانا مش عارف ايه. فقلت له انا لقيت نفسي برد عليه من غير ما احس واقول له انا الموضوع ده ما عادش فارق معايا يعني انا ما اكذبش على حضرتك انا ما خدتوش اجبار ولا حاجه لا بالعكس برضو انا تقبلته وبس انا ما كنت حابه كده. انا قلت انا عشت 25 سنه في بيت والدي اللي بيتحكم فيا وكده بس انا ما عرفتش مجبره ان انا استحمل عيشه زي كده تاني يعني والدي. وحصل انفصال وهو قال لي انا مش يعني هو انا نطقت له الكلمه دي قال لي لا ما حدش يجي عليا في حاجه فاخدت الحاجه بصراحه واديتها له. انا خدت طب قال لي هتلبسي النقاب ادبا ليكي. قلت له لا مش هلبس النقاب بيتلبس لله بيتلبس ادب وما تحكمش فيا وانا هنا لما باجي بيتك ممكن ابقى البسه بس دلوقتي لا. قال لي لا هتلبسيه. قلت له لا مش هلبسه قال لي ما حدش يجي عليا في حاجه. حاجه زي ايه؟ حاجه بقى يعني تدوني العين وتدوني ايه؟ الذهب مع انه كانت حاجه بمبلغ بسيط يعني ما كانش حاجه يعني. واديتي له الحاجه القايمه والذهب وكده وخلصت. لا انا ما ودتوش القايمه انا ما اعرفش حاجه ما كنتش عارفه اللي بيحصل اجراءات ولا كده. وديت الحاجه وقلت له اما القايمه فدي حاجه بقى في ايد والدي يعني انا عملت نفسي ادام انت اللي طلبتها انا كرامتي مثلا احس اللي هو يعني عيادني بحاجه زي كده فانا وريته اللي انا يعني. والموضوع خلص على كده ولا الموضوع فيه لسه جديد؟ الموضوع خلاص هو خلص بس انا دلوقتي الشخص ده عمل لي يعني انا ما بقتش مصدقه حد لان هو دخل دخله كان داخل دخله ثانيه خالص فانا احطها في عينيا انا هعمل انا هسوي وطلع بيتحكم في كل حاجه فجالي شخص بعده وانا محبوس يعني انا كده. طيب تعالي اقول لك الغلط جاي منين؟ هو الغلط جاي من عند والدي اكيد يعني والدي الغلط جاي من عند والدك لان انت كانسانه انا بقول لك يعني انا حضرتك بتدافع عن الاباء كتير بس انا يعني لا انا بقول لك بصراحه انا ما بدافعش عن حاجه غلط اقول لك بصراحه غلط يعني انا خلي بالك انا ما قلتش لحضرتك كل حاجه من اللي هو بيعملها يعني دي اقل حاجه يعني هو كان دايما بيقولوا دي على دماغها اعمل 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 يعني خدها. المهم حتى لما كان بيقولوا خلاص انا هسيبها قالوا لا ما تسيبهاش واديها على دماغها وخليها تبص على رجلك ورجل والدك. طبعا انا ما كنتش حابه كده وخلوني اتصلت بيه قلت له طب خلاص معلش هسمع كلامك وكل حاجه هعمل كل حاجه قال لي لا 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 بص يا بنت الناس بص يا بنت الناس الجواز قبول واشهار صح؟ صح اتقالت اشهار وقبول ولا اتقالت قبول واشهار؟ قبول مش كده؟ يبقى لازم يكون في قبول قبل ما تقبلي الانسان اللي قدامك ده عشان تقبليه لازم تكوني عرفتيه وتكوني عاملتيه وعاملتيه بالادب والاخلاق ومش عيب ان الانسان ده يجي بيتكو ويقعد مع والدك ويقعد معاكي ويتكلم معاكو وتشوفي تصرفاته وداخل عليكو معاه حاجه بخيل محترم دمه خفيف رزل ايا كان. يا اسامه احنا ما عندناش كده اصلا يعني احنا عندنا الواحد بيدخل بيقول انا موافق ماشي فانا باخد رايك دلوقتي حضرتك في حاجه دلوقتي بعد الموضوع ده انا قاعده في البيت ده عقابي ان انا ما اخرجش خالص. فاخو صاحبه اختي دلوقتي جاي بس انا كشكل انا كنت عارفه يعني فمش متقبله يعني كشكل بس هي مواصفات كويسه انا مش عارفه اعمل ايه. حبيبه قلبي انت مش بتشتري عربيه جيب عشان تمشي في مناطق وعره ومطبات فشكلها مش عاجبك بس هتستحمل؟ لا طب ماما كله بيقول لي انت كده ممكن ان انت تكوني بتتبطري وتقولي انا لا بتبطر ولا حاجه انا ما بقولش خليكي قاعده عندك وخليكي قاعده بقى عنده. بص يا بنت الناس ربنا سبحانه وتعالى حليم وربنا رحيم وربنا عارف قلوب الناس وفاحص قلوبنا وربنا هو اللي قادر يعني يظبط حياتنا كلها. كل اللي انا هقوله لك ببساطه مطلقه ان انت ما تقبليش حد انت ما فيش من جواكي قبول لي لان الجواز ده لازم يكون فيه فرحه لازم يكون فيه بهجه لازم يكون فيه احساس جميل حتى لو الانسان ده فقير وظروفه وحشه بس انت حاسه انك هتقدري تكملي حياتك مع الانسان ده. العمليه مش مواصفات
العمليه في انسان يتقي ربنا فيكي، انسان يحبك، انسان يخلص لك، انسان طيب، انسان راجل، انسان صاحب موقف، صاحب كلمه، انسان مش غبي في تصرفاته، مش متعنت، انسان يسعدك. انت بتدوري على انسان يسعدك. المفروض تتكلمي مع ابوكي تقولي له كده، قولي له يا ابويا انا مش عايز الف ولا ديجي ولا يمين ولا شمال ولا اي حاجه، ولا بتبطر على النعمه، ولكن انا انتوا هتقعدوا هنا في بيتكم وانا اللي هبقى قاعده في وشه صبح ظهر ليل. انا عايز حد يكون فيه اضعف الايمان قبول مبدئي، ولما اتكلم معاه وافهمه ويفهمني يكون فيه نوع من انواع التفاهم قبل ما اخد طبقه لقب مطلقه تاني وتالت ورابع. ما احنا برضو مش في الجاهليه، احنا سنه 2015. ولما انت تجوزني وابقى في عصمه الراجل ده، انت يابا مش عارف ايه اللي هيحصل. ما هو ممكن الراجل ده يقول لي تعالي نسافر ولبسي مايو ننزل البحر ويبقى راجل دماغه طاقه. فبدل ما اتباع بيه عشمال كده، لا، نعرفه ونشوفه ونفهمه نقدره نقبله. لا، بدل كلمه مطلقه دي، عشان بتبقى تقيله قوي على قلب الناس. بص يا بنت الناس، انت دخلتي في تجربه وربنا سبحانه وتعالى انقذك منها. كل اللي اقدر اقوله لك ان احنا ساعات بنقول يا رب انا مش عارف اخده ولا ماخدوش، انا عايز ده، انا عايزه دي، يا رب انا كده. انما عمرنا بنقول له اختار لنا. كل اللي هقوله لك انك لما تصلي قولي له يا رب اختار لي، اختار لي، اختار لي انت بمعرفتك يا رب، لان اختياره احسن من اختياراتنا كتير جدا.